خير، حلقة جديدة من جمالك. طبعا احنا عارفين ان احنا دلوقتي في شهر نوفمبر وعندنا مفاجأة. ايه هي المفاجأة؟ انا هرحب الاول بدكتورتي دكتورة أميرة النادي، اخصائي الجلدية والليزر بعيادات نبط. مساء الخير يا دكتور. الفل يا روني. انا هسيب لك بقى المايك، تطلعي بقى الطلعة دي وتقولوا لنا يعني عيادات نبط عاملة ايه بمناسبة البلاك فرايداي. طبعا هو كده بالنسبة لهم مش هيبقى بلاك فرايداي خالص، هيبقى وايت فرايداي ان شاء الله. احنا عاملين من يوم السبت لغايه يوم السبت اللي جاي، يعني اسبوع كامل، خصومات مذهله، يعني الناس هتتخض من الاسعار اللي احنا عاملينها. انا على فكره مش هقول انت قلتي لي ايه قبل الهوا. لا خليها مفاجاه. يعني مفاجاه، يعني المفروض دلوقتي يعملوا ايه هما؟ هما هيتخضوا من الاسعار اللي هيسمعوها في الكول سنتر، فنلحق بسرعه نكلم الكول سنتر ونحجز في كل فروع نبض من يوم السبت اللي جاي ليوم السبت اللي بعده، 8 ايام كاملين نقدر نستفيد بيهم بالعرض. خدتوا بالكوا ان هي بتقول يعني الاسعار ما قالتش خصومات، معنى كده ان الاسعار مذهله. هتتخضوا يعني الاسعار، احنا بنجامل الناس تقريبا. يعني انا بصراحه انا بشجعكم على فكره، انا شخصيا سمعت الاسعار قبل ما ادخل الهواء وبقول لكم فعلا الحقوا كلموا الكول سنتر. جمالك يعني حاجه مهمه جدا، وكمان اي يعني راجل لازم يهتم بجمال حبيبته او خطيبته او مراته، وهي كمان لازم تهتم بيه. تعالوا نشوف الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك، هي دي صفحتنا، هتنزل دلوقتي نتفرج عليها ونشوفها. تابعوا الصفحه، دايما بيبقى عليها العروض والاوفرز وكل الاخبار بتاعت عيادات نبض. كمان تقدروا تبعتوا الاسئله بتاعتكم، واحنا برضو بنجمع الاسئله دي وبنجاوبكم عليها من خلال دكاترتنا من عيادات نبض. في كل كام اسبوع كده بنعمل حلقه مخصصه للاسئله دي، نجاوب عليها ازاي. انا تاني هشجعكم تاني، هقول لكم بلاك فرايداي، ما تنسوش بلاك فرايداي، كلموا كول سنتر، هتلاقوا النمر هتطلع قدامكم على الشاشه، كلموا الكول سنتر تعرفوا الاسعار. النهارده بقى هنتكلم عن يعني الوش بتفاصيله، جمال كل قطعه وحته في وشنا. الجمال شيء مهم، انا المفروض ان انا ابتدي الاحظ نفسي من وانا عمري يعني داخله على 20 سنه. ايه المشاكل اللي ممكن تحصل في بشرتنا؟ ايه المشاكل التجاعيد اللي بتبتدي تظهر؟ يعني اعمل ايه امتى؟ امتى ابتدي اروح لعيادات نبض؟ امتى ابتدي افكر اشوف انا هعمل ايه بالظبط؟ نبتدي يا دكتور. طيب نتكلم الاول عن تفاصيل الوش، ونقول ان ايه من اول الوش كده لحد الرقبه في خطوط اسفه بتحصل، وخصوصا الخطوط، اول خطوط بتظهر هي التجاعيد التعبيريه اللي هي 111 اللي بتبقى هنا، والناس تلاقيها ايه بعد شويه بقوا مديب، بعد شويه بقوا جزء من ملامح شخصيتهم. ال111 دي بتظهر في سن ايه؟ المفروض ابتدي اخلي بالي اعمل حركات ايه؟ يعني دينا روشيتا ابتدي اعمل حركات ايه من اول سن ايه بحيث ان انا اتفادى انها تظهر بدري؟ طب واذا ظهرت اعمل ايه؟ طبعا هي مش اعمل حركات ايه؟ مش قصه اعمل حركات ايه؟ ما نعملش ايه؟ يعني مش لازم لما نبقى غضبانين او متضايقين نكشر ونشد العضله دي كوريجيتور على كوريجيتور، بتيجي في بعضهم كده، دول اسم العضلات، تروح تلاقي خط 111. احيانا الناس بيبقى عندها خطين. مش لازم واحنا بنتكلم نستخدم كل عضلات وشنا نندهش ونتخض ونرفع حواجبنا. ليه؟ لان هنوصل زي المنظر اللي على الشاشه ده دلوقتي، الخطين دول موجودين. انا عايزه اقول لك ان الصوره اللي فوق كمان ده في ناس بتبقى اوحش من كده. لان هي البنت ما كملتش 30 سنه. فبقوا عندها خطين ال 111 بالمنظر ده، طبعا شكلها صعب، غضبانه طول الوقت. البوتوكس بيحل المشكله دي، بيريح العضله، فاذا بدل العضله ما هي دي شكلها صعب. لان دي كانت اكبر منها 4 سنين. اوكي. طبعا الصوره دي قبل وبعد حقن البوتوكس باسبوع. اوكي. بمجرد ما بنحقن البوتوكس، اسبوع، يعني هي بعد اسبوع بتفرد كده؟ بتروح تماما الخط ال 111. الله. ده كل واحد لازم ياخد مراته ويجي عشان يلحق بقى اللي عايز يجامل حد بقى يعزمه على بوتوكس. ايوه، لان بصي هي هنا شكلها مكشر، بيبقى ده
الشكل الطبيعي بتاعها ان هي بقت مكشره، لو هي عملت البوتوكس خلاص بتتفرد فبيبقى شكل بتتفرد. وبعدين هم بيتعلموا انهم يبطلوا يكشروا طول الوقت بقى خلاص، ما يستخدموش وشهم قوي لان التجاعيد بتبقى التعبيريه بتبقى ثابته، بتبقى عميقه زي ما انت قلتي، فمش عايزين نحفر في وشنا من واحنا صغيرين. دي اول حاجه. لو خلاص وقعنا في الموضوع يبقى نجري نعمل بوتوكس، عشان البوتوكس كل ما بنعمله كل ما بنكرر البوتوكس بيريح العضله، اداء العضله بيتحسن. فعلى عكس ما احنا ممكن نكون بنبقى فاهمين ان احنا هنحتاج اجباري كل مره نعمل بوتوكس، هو مش اجباري. البوتوكس بالعكس كل ما بنعمله بدري كل ما بنعمله بتلاقي بوتوكس اداء العضله اتحسن، الكشكشه والتجاعيد ابتدت تكون تكاد تكون تختفي. يعني بعد كام يوم بالظبط بتبتدي تبان النتيجه؟ في بدايه اليوم الرابع او الخامس بتبدا تبان نتائج البوتوكس، خلال اسبوع او 10 ايام الدنيا بتتحسن. وبيفضل معايا لمده قد ايه؟ اول مره خالص، عشان احنا لسه في البدايه بنتكلم، الناس اللي لسه اول مره تعمل بوتوكس 6 شهور. عند المره الثانيه في حقنه البوتوكس بيقعد 8 شهور، عند المره الثالثه ممكن يقعد معانا لسنه. تمام. انا سمعت برضو قبل الهوا من دكتوره اميره ان البوتوكس في البلاك فرايداي عليه سعر، على فكره مش موجود، مش هيلاقوه عند حد خالص. مش موجود بصراحه، مش موجود. طيب بما ان احنا بنتكلم على 111 ولسه في الحته بتاعت الجبهه، نطلع فوق كده. انت عارفه اللي هي الفور هيد اللي هي الجبهه دي، عند ناس بتبقى راجعه لورا كبيره عريضه، هل في مقاييس ليها بالنسبة للراجل وبالنسبة للست؟ طب وهي لو راجعة لورا شوية بنعمل ايه؟ يعني دي بتزرعي شوية شعر ولا بتعملي بوتوكس برضو بترخي وبتعملي ايه؟ تمام. طبعا الطبيعي اللاك الطبيعي او المنظر المقبول بالنسبة للمسافة ما بين الحاجب ومنبت الشعر بيبقى تقريبا تلت، هنا في تلتين المسافة بتاعت الوش، بيبقى تلت مساحة الوش. لما المساحة بتكبر عن التلت بتعدي التلت زي ما موجود هنا على الشاشه، ان القوره واخده مساحه كبيره قوي، داخله سيده، داخله تقريبا على نص الوش. لا دي فالوش اتبلع والشعر مش موجود، فمدي شكل بيخوف شويه. اوكي. ده ما فيش حل ليه غير ان احنا نعمل زراعه. اوكي. الزراعه موضوعها بسيط خالص، احنا دلوقتي بقى فيه بن، بقى فيه قلم، بنقدر نكون ما بنحلقش الشعر ولا بنسبب اي احراج للرجاله او الستات. ده راجل ولا دي برضو؟ لا دي بنت برضو، عندها تراجع على الناحيتين. ايه ده، دي كانت بتشد شعرها بقى بتعمل كوتشيفال لورا؟ وفي ناس ياروني طبيعي بمجرد ما بيوصلوا سن ال 23 وال 24 بيبداوا يلاقوا هنا في تراجع حصل من ناحيتين، زي التراجع اللي بيحصل عند الرجال بالظبط، لاني كان عندهم عامل وراثي في العيله نفس الشكل دوت. طبعا ده شكل راجل بعد الزراعه. طبعا انت شايفه شكله اتغير تماما، يعني شكله بقى هانسم كده ووسيم، شكله اخوه صغير. يعني هو والله شكله اخوه صغير. طبعا الزراعه ما بتاخدش وقت خالص، هي يا دوب 6 ساعات او 8 ساعات بناخد، بنبقى صاحيين فيها، ده بينج موضعي. بس انت بتعملي هنا يعني الصوره اللي احنا شايفينها دي، دي بعد قد ايه؟ دي بيفور العمليه الشمال، وبعدين بعد العمليه ب9 شهور. ده 9 شهور بالظبط. بتعملي بقى اللي هو الاقتطاف وتعملي البصيله، تزرعي بصيله ده بعد 9 شهور بالظبط كده. ده برضو بلاك فرايداي ولا ده ريد فرايداي؟ يعني اصل يعني المفروض ان الشباب اللي حتى بيبتدي عنده بدايه صلع الحق نفسك من الاول، وكل ام اكيد قاعده بتتفرج علينا لو عندك شاب انت عارفه ان هو ابتدى يعني شعره يقع وهو بيغسل شعره او كده، شعره ما عندهاش حواجب، ما فيش دقن كويس عند الاولاد لانهم بيحبوا شكل دقنهم يبقى غزير، كل ده ينفع نكون بنعمله زراعه. ايه ده، ايه ده، يعني لو في حد من الرجال اللي هم بتبقى دقنهم فاضيه مثلا من هنا برضو ينفع نكون بناخد شعره وبنزرعه عادي جدا. ينفع نكون بنرسم حواجب عن السيدات اللي ما عندهاش حواجب، اللي مش عايزين يعملوا تاتو. والدنيا بسيطه، العمليه ما بتاخدش وقت، بيبقى صاحي وواعي. روني ايوه، ما تقوليش بقى انت لسه خايفه. لا خلاص بطلت خايف. طيب ندخل على الجزء بقى بتاع العينين، والعينين دي يعني ايه، كتبوا فيها شعر وغنوا لها وكل حاجه. يعني العينين بيحصل فيها تجاعيد حواليها، يعني التجاعيد دي بتخلي ان الواحد وهو بيضحك يعني بيدي نظره عجوزه، نظره حزينه، تلاقي العين نفسها بدل ما كانت واسعه كانت تلاقيها قفلت وكسرت.
ازاي بنقدر ان احنا نعالج ده وبطريقه بسيطه وما بتاخدش وقت؟ طبعا التجاعيد لو كانت كراوز فيت حوالين العين دي بنقدر نتخلص منها بنفس البوتوكس اللي احنا بنتخلص من 111 او التجاعيد العرضيه اللي في الجبهه، نقدر نكون بنحقن بوتوكس نفس نوع البوتوكس اللي فوق، نفس نوع البوتوكس، بس طبعا الميكانيزم او تكنيك نفسه مختلف لان العضله هنا مكانها مختلف وحدات البوتوكس مختلف. ايه ده؟ انت شايفه طبعا الكشكشه واخده خط عريض كده من اول عند العين وماشيه بالخط لغايه الخد لان هي العضله عندها قويه شويه. اوكي تمام. وده دي نتيجه بعد قد ايه؟ وهي ست شقيانه بتشتغل فلاحه فبتتعرض للحقل للشمس. لا 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 بتهزري؟ صدقيني. ايه ده يعني كمان؟ اهي اهي في العياده، الصور من العياده، احنا مش يا جماعه مش جايبين صور من بره العياده. لا قصدي ان الثقافه بتاعت جايه تقول لي انا مضايقني جدا، انا احترمتها قوي، انا مضايقني جدا ان وشي تحسي كبرت وعجزت 10 سنين من فضلك يا دكتور ريحيني من التجاعيد دي. البوتوكس انت شايفه قبل وبعد، هي كانت نفسيا يعني مبسوطه قوي. بس دي حاجه على فكره لطيفه ان طيب لو جينا نتكلم بقى عن الحواجب، احيانا الحواجب طبعا انت عارفه الحواجب دي بتبقى كل شويه موضه، ليها موضه غير انها موضه انها لما بتنزل على العين بتدي شكل تخلي تحسي ان الجفت اللي فوق ده ساقط. لا بيعرفوا يحطوا ميك اب وساعات بتاثر عليهم ان هم ما بيقدروش يشوفوا كويس، وغير بقى انها بتغير شكل العين، يعني انت متعوده على شكلك ان عينيكي واسعه ومفتحه فجاه بتلاقيها ان هي يعني اتكسرت. تمام. ازاي بنقدر ده؟ بترفعي بقى الحاجب لفوق ولا بتعملي ايه؟ هي بس قبل ما اجاوب على السؤال، احنا بنحب مش كل رفعه حاجب تليق مع كل ست. عشان انا بشوف اشكال فعلا سيدات بيرفعوا حاجبهم بطريقه منتقده جدا وطريقه تخوف، لوك ديفل او اللي هو نظره الشيطان، بتبقى شكلها زي 8 كده بتخوف. ده احنا مش بنتكلم فيه خالص. اوكي. احنا بنعالج مشكله، مثلا واحده جفنها متهدل ومضايقها وساقط على عينها، فانا ينفع اكون بحل ده عن طريق حاجتين، يا اما البوتوكس دي لعبه عضلات هنا، احنا هنا بنقدر نحل مشكله ال 111 ونرفع الجفن الواقع ده، الجلد الزياده زي ما انت شايفه على الشاشه فوق، عينيها وسعت بالظبط بعد حقن البوتوكس، هي ملامحها ما اتغيرتش، ما بقاش شكلها يخوف. ده التجميل اللي احنا بنتكلم عليه. اوكي. عشان نصحح مفهوم رفع الحواجب عند السيدات. مش كل رفعه حواجب عنيفه وكتير قوي وفظيعه تليق مع كل السيدات، لا انا ضد ده تماما. الحاجه لازم تكون بترجع لوضعها الطبيعي، يعني ربنا خلقنا ما كانش جفننا واقع، ما كانش حواجبنا ساقطه، فاحنا بنرجع كل حاجه للوضع اللي كانت عليه. اوه تمام. دي كمان كان عندنا 111 فاحنا رفعنا بالبوتوكس الحاجب للوضع الطبيعي بتاعها زي ما انت شايفه فيري ناتشورال، وبعدين شلنا خطين ال 111 اللي كانوا موجودين ومحفرين عندها. طبعا الحالات اللي هي بتبقى متاخره شويه يا روني دي هنا ايه بقى؟ دي برضو بالبوتوكس. في حالات بتبقى متاخره شويه اللي هي بتسيب نفسها قوي، الجفن بيبقى واقع جدا، دي بنحلها عن طريق جهاز الجد بلازما. طبعا احنا اتكلمنا عن جهاز الجد بلازما ده، بنحتاج تقريبا من جلستين لثلاثه، دي زي شعاع ليزر كده بيمشي على الجفن بدل ما نتدخل بالجراحه ونقص الجلد ونقص من العضله والكلام ده كله. انا لازم اجي ونروح العياده ونشوف تعمل لنا حاله وتشوفي ان احنا نشيل ده. يعني لازم نعمل ده ونجيبه للناس كده تتفرج عليه. طبعا ده هنا بقى بتستعملي البلازما جات او الجات بلازما بالظبط، ودي بمثابه بديل للعمليات الجراحه للناس اللي مش عايزه جرح وخايفه من البنج والكلام ده كله. على حسب طبعا الهيستوري بتاعها، لو بيناسبها ده بنقدر نشتغل الجيت بلازما. لو التساقط عندها هي مش عايزه تعمل ليزر ومش عارف ايه وتخش في الدوشه دي، تكت بوتوكس واحده بنرفع من الفرونت بتاع العضله من فوق. لان هي فكره يعني رفع ولافتنج، يعني بنرفع وبننزل في العضلات، فبتقدري تتحكمي في اداء العضله من الفرونت من الجبهه، انك تقدري تكوني بتشد الحواجب ومنها نقدر نشد الجفون. في طرق كتيره قوي نقدر نكون بنستخدم الخيوط عشان نكون بنرفع الحواجب، يعني تعالجي الحته دي بانك ترفعي نعالج مشكله الجفن ونعالج مشكله الحواجب بالخيوط. طبعا ده كله حاجات ينفع نحل بيها بس على حسب الحاله احتياجها ايه. اوكي احنا هنروح لفاصل ولسه مكملين، ما تروحوش في حته عشان نقول لكم على البلاك فرايداي.